ان شاء الله في شيء جديد، اغنية مغربية غير ستايل لافيستا، وبتشرف اكيد بعد تقديمي لاغنية لافيستا ونجاحها بالمغرب والوطن العربي بشكل كتير كبير، وايضا اعدت تجديدها ب ريميكس جديد، فهذا الشيء شجعني، ومحبة للجمهور المغربي اللي انا بعتبر نفسي من اهل البيت، وعلى فكرة نحن مناسبينكم، وانا ممبر في اي بي ممبر بريال مدريد والله الحمد لله. فهلا هو طبعا الاضواء مسلطه اكيد انتم بتعرفوا على كريستيانو اكثر شيء، بس هذا ما بيمنع انه في لاعبين رائعين بريال مدريد وبالفرق الاخرى. انا بتابع كل الفرق طبعا الاسبانيه بشكل عام، فشق الصحراء المغربيه انا بتمنى انه يكون في سلام، يكون في محبه بين الدول العربيه، نشيل هالحدود الوهمية اللي نحن بنعتبرها مثل كيف عملوا شنغن، يكون هذا الشيء موجود عنا. بتمنى وبرفع صوتي أكيد لكل القيادات العربية، بتمنى أنه يكون صوت مسموع، وفعلا نحن يكون قلبنا على قلب بعض، في توحد، في محبة بالفعل. أنا الصراحة ما عندي كتير خلفية عن الموضوع اللي حكيتي لي عنه، بقرأ وبعرف أنه في خلافات، بتمنى ما يكون في خلافات، بتمنى يكون برجع اقول لك كل انسان ياخذ حقه. حقدم لكم اغاني جديده وبرنامج كثير حلو مليء بالقديم والجديد، مفاجآت كثير كبيره ان شاء الله. نهالي راح اقدم انا وياها دويتو من ارشيفي اكيد، وراح تكون بصيغه كثير حلوه وجديده. نحن ما زلنا بدي شيء يكون مميز ومختلف، يعني هذا الشيء اللي عم نشتغله، ويمكن يكون في عمل مع حميد داوسي، هو اللي قدم لافيستا طبعا، هو الحانه وتوزيعه وكلامه، بس شغلي ما زالت بالتحضير ان شاء الله. السر انه ما بحط مكياج، ما بحب الكثير، لا يعني حلو الواحد يكون محافظ على طبيعته وجماله الطبيعي، ما يكتر وسط هالزحمة، وأهم شيء الروح اللي من جوا تكون نظيفة. حب لبناتي ولجمهوري فقط لا غير، لا مش موجود. بحترمهم.